شهدت معارض أهل رمضان بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وغيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن ماثيلتها في الأسواق، وذلك بمدن طوخ وشبرا الخيمة وبنها وقناطر الخيرية وقليوب، بالإضافة إلى 90 مجمعا استهلاكيا لتوفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض اللحوم والسلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.